الثالثة عصرا في القاهرة، أهلا بكم ونشرة الأخبار من القاهرة الإخبارية. مرحبا بكم. مرحبا رغدة، مرحبا بكم مشاهدينا. بداية النشرة بالعناوين: 20 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بعد قصف منزل يؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 498 ضابطاً وجندياً. ورئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 21 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 55,243 مصابا خلال نفس الفترة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف منزل يؤوي نازحين في حي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحية 20 شهيدا وعشرة الإصابات. كانت الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا وإصابة نحو 380 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. قالت مصادر محلية إن أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة، فيما يستمر انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظات القطاع بسبب استمرار الحرب. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستمرار الاشتباكات بين الفصائل وجيش الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. كان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ أحزمة نارية عنيفة في جباليا ومحيطها في وقت سابق من الليل، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي وجوده في شمال غزة بعد إخلاء معظم سكان المنطقة إلى الجنوب. هذا ويواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع بما في ذلك المستشفيات. وما تزال المنشآت الصحية تنتظر وصول الإمدادات الطبية لعلاج المصابين الموجودين بها. لا يزال قطاع غزة المدمرة والمنكوبة بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعاني، خاصة في المستشفيات التي لاقت من التدمير والحصار نصيبا كبيرا. تلك المستشفيات التي تنتظر وصول الإمدادات الطبية لعلاج المصابين الموجودين بها، فيما قال منسق الفريق الطبي لمنظمة الصحة العالمية جين كيسي من مركز العمليات الإنسانية المشتركة في رفح بجنوب قطاع غزة، إن هناك دماء في كل مكان في مستشفيات غزة. سمعنا عن وصول عدد كبير من الضحايا إلى مستشفى الأقصى، وما وجدناه هناك أكثر من 100 مريض أتوا بإصابات خطيرة خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى نحو 100 حالة وفاة تم إحضارها إلى المستشفى في نفس الوقت تقريبا. وسمعنا من أحد الأطباء في المستشفى أن لديهم سيلا من المرضى، وهو عدد كبير جدا. أوضح شون كيسي أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين النساء والأطفال وكبار السن، الجميع معرضون للقتل والإصابات. فداخل مستشفى الأقصى وصلت امرأة مصابة بعدة طلقات نارية وكانت تنزف بشدة، وجرت محاولات كثيرة لإنقاذها، فالدماء في كل مكان في هذه المستشفيات. لقد رأينا أطفالاً ونساءً وشباباً وشيوخاً وأشخاصاً ينزفون، وبنفس الوقت في مستشفى الأقصى رأيت امرأة مصابة بعدة طلقات نارية، وقد تمت إحالتها لأنها كانت تنزف بشدة، لذا
أعني أن هناك دماء في كل مكان في هذه المستشفيات في الوقت الحالي. نحن نرى تقريبا حالات الصدمة فقط تأتي من الباب على نطاق يصعب تصديقه. إنه حمام دم كما قلنا من قبل، إنها مذبحة. الوضع الصحي في جميع مستشفيات قطاع غزة يئن لصعوبة وصول الإمدادات الطبية والإغاثية، وجيش الاحتلال يقصف ولا يبالي، يقتل ولا ترتجف له عين. فالمستشفيات أصبحت هدفا للاحتلال، إما قصفا وإما حصارا. أعلن جيش الاحتلال مقتل 498 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وذكر بيان لجيش الاحتلال أن 164 قتيلا سقطوا منذ بدء عملية التوغل البري في القطاع، بينهم 47 في حالة خطيرة. ومن جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرزي هاليفي أن الحرب في غزة ستستمر لأشهر، وقال رئيس الأركان إن جهود الجيش ستتركز في المرحلة المقبلة على جنوب غزة ومخيمات ووسط القطاع. وشدد هاليفي على أن إسرائيل لن تسمح بعودة الوضع في غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع مجلس الحرب نقاش المرحلة التالية من العملية العسكرية في قطاع غزة، وأرجأها إلى موعد غير محدد. من ناحية أخرى، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التخطيط لليوم التالي للانتهاء من الحرب، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة. للتعرف على الأوضاع الميدانية وكذلك الإنسانية من رفح الفلسطينية تنضم إلينا منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية. منى، مرحبا، لو تطلعين على آخر التطورات الميدانية خاصة في ظل الحديث عن 20 شهيدا خلف في مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال أمام مستشفى الأمل في خان يونس. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع المشاهدين. دعينا نبدأ فعلا من هذا الحدث، لكن ربما في البداية أريد أن أعدل على الحصيلة التي تم الإعلان عنها، حيث أن الحصيلة النهائية لهذا الاستهداف هو ما لا يقل عن 25 شهيدا وعشرات الإصابات. بين هؤلاء الشهداء هناك يعني عديد من الجثامين، أشلاء عمليا يصعب جمعها، ولكن ما زالت هناك محاولات لانتشال المزيد من الضحايا من هذا المكان. أيضا أود أن أشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مبنى الأمل، مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في منطقة خان يونس. يوم أمس تم استهداف المبنى بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى سقوط إصابتين. أيضا خلال الأيام الماضية كان هناك استهداف لمنازل بالقرب من هذا المبنى. عمليا نعلم بأن منطقة خان يونس الاحتلال الإسرائيلي الآن يعتبر أنها منطقة أمنية مغلقة، هو يحاول تهجير ويعني إخلائها من السكان بشكل تدريجي. ضمن هذه السياسة المناطق الملاصقة للمنطقة الجنوبية الغربية لمستشفى ناصر الطبي أيضا تم توجيه أوامر لسكانها بضرورة إخلائها بالكامل، وربما هذا يعيدنا إلى الاستهداف المباشر لجميع المراكز الطبية في جميع مناطق القطاع. في الشمال مستشفى الأندونيسي، مستشفى كمال عدوان، مستشفى العودة، حتى مبنى جمعية الهلال الأحمر في منطقة الشمال. أيضا في منطقة مدينة غزة المعمداني ومستشفى الشفاء، وأيضا مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، وهي على ما يبدو بأنها مستهدفة في هذه يعني كل هذه الحرب ومتهمة وفقا لما يحدث على الأرض. عمليا بالعودة للحديث عن منطقة خان يونس، الآن ما زالت هذه المنطقة تشهد تقدم بري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتشهد اشتباكات عنيفة، فيما ما زالت الرسائل تصل إلى المواطنين المتبقين في تلك المناطق يطالبهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها. أيضا منطقة معا في
جنوب منطقة خان يونس، جنوب شرق خان يونس أيضا، يعني خلال منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن شهدت العديد من الأحداث، حيث تم استهداف عدد من المنازل فيها، بالإضافة إلى منطقة الفخار التي أيضا استهدفت عدة مرات منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن. المناطق الشرقية ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة واستهدافات بين وقت وآخر أيضا فيما يتعلق بالمناطق الشرقية من منطقة خان يونس أو حتى منطقة رفح. خلال ساعات الليل لم تتوقف الاشتباكات ولم يتوقف الاستهداف في هذه المناطق. عمليا بالانتقال إلى مناطق الوسط أيضا منذ صباح هذا اليوم والآن وحتى الآن، ربما معظم الأحداث تتركز في منطقة البريج، هذه المنطقة التي استهدفت فيها مدرسة، الأمر الذي أدى إلى تأوي نازحين، أمر الذي أدى إلى سقوط 6 شهداء وعدد كبير من الإصابات والجرحى. أيضا عدد من المنازل تم استهدافها خلال هذا اليوم، ونذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي كان أيضا قد وجه لسكانها بضرورة إخلائها، لكن السؤال الأهم والربما الأكثر خطورة هو أنه لم يعد هناك أماكن يذهب إليها المواطنون، وبالتالي العديد من هؤلاء ينزحون إلى مدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئين، ظنا منهم بأنه من الممكن أن لا يتم استهدافها. ولكن على ما يبدو وفقا للشهادات وما يجري على الأرض، الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المنازل المدارس التي تأوي نازحين بشكل مقصود، إن كان في مناطق الشمال الوسط أو حتى الجنوب. نعم. هذه المناطق ما زالت تشهد بطبيعة الأحوال استهدافات عنيفة، وهناك محاولات لإخلائها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني استكمالا للدخول البري الذي ينوي من خلال الاحتلال الإسرائيلي. نعم. تمشيط المنطقة الشرقية لهذه المنطقة تمهيدا للمرحلة الثالثة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونعلم بأن أيضا مناطق الشمال ما زالت تستهدف بين الفينة والأخرى وربما بشكل مكثف أيضا. صحيح، شكرا جزيلا لك من رفح الفلسطينية منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. يزداد موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوءا على المستوى الداخلي بعد فشله في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب على غزة. وبعد صمت طويل للمعارضة بسبب الحرب، بدأت تتعالى الأصوات المنادية بالتخلص من رئيس الحكومة، لأن استمرار الحرب يزيد الأمر سوءا بسبب التكلفة الاقتصادية الباهظة مع تراجع الدعم الغربي. كل يوم تنضم أصوات جديدة في إسرائيل إلى معسكر المؤمنين بفشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والراغبين في التخلص منه على الصعيد السياسي. لم يعد نتنياهو يملك من أسباب البقاء إلا وجود حرب دائرة بالفعل على الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بعض المرتبطين معه بصفقات لتبادل الدعم، وعلى رأسهم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يزيد بتطرفه من سوء موقف نتنياهو. وعلى المستوى العسكري، لم يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أي من أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب على الفصائل الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها استعادة المحتجزين الإسرائيليين من داخل القطاع. ومع فقدان الدعم الغربي واهتزاز دعائم العلاقة مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، بدأ الحديث الآن في البيت الأبيض عن تخفيف لشدة الحرب على غزة، في الوقت الذي أوفد فيه نتنياهو وزيرة الشؤون الاستراتيجية إلى واشنطن لبحث تسريع إرسال الذخائر إلى إسرائيل. الدعم الداخلي لنتنياهو انخفض كذلك، خاصة من عائلات المحتجزين في قطاع غزة، لأنهم ببساطة لم يستعيدوا ذويهم، ومن عائلات قتلى وجرحى جيش الاحتلال الذين يتساقطون في المعارك بالقطاع جنبا إلى جنب مع المتضررين من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تتكبدها إسرائيل بسبب الكلفة الباهظة للحرب. كل هذه العوامل دفعت رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق دان حلوتس إلى التصريح بأن إسرائيل قد خسرت الحرب في قطاع غزة، وبأن النصر الوحيد الذي يمكن تحقيقه الآن هو الإطاحة بنتنياهو. هذه التصريحات تزامنت مع مطالبة نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان بإجراء انتخابات إسرائيلية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وجود تعارض واضح بين استمرار الحرب واستعادة المحتجزين في غزة. لهذه الأسباب وأكثر، حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على ضرورة إزاحة نتنياهو من منصبه، معتبرا أن نتنياهو رجل غير موثوق به لكي يشن حربا،
وقال إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب أمر سيء، لكن حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا. وقد شدد الرئيس المصري وملك الأردن على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والسرعة اللازمتين التي تحدث فارقا حقيقيا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع. جاء ذلك خلال القمة المصرية الأردنية التي عقدت بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما أكد الجانبان ضرورة الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. شدد على أهمية عدم توسع دائرة الصراع ما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي. رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كان مصدر مصري مسؤول أكد في وقت سابق أن ما يتم تداوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة هو مقترح أولي، وسيتم بلورة موقف متكامل عقب الحصول على موافقة جميع الأطراف. دفن الفلسطينيون في قطاع غزة 80 شخصا استشهدوا خلال الحرب في غزة في مقبرة جماعية بعدما أعاد جيش الاحتلال جثامينهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كشفت وسائل إعلام فلسطينية قيام جيش الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء مشوهة ومسروقة الأعضاء دون التعريف عن هويتهم، فيما طالبت السلطات الفلسطينية بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الواقعة، داعية المنظمات الدولية بتحسين أدائها وتأدية دورها المنوط بهم بشكل أكثر فاعلية وقوة، لا سيما في الضغط على الاحتلال والكشف عن جرائمه أمام العالم. رحبت مصر بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة سيري كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في قطاع غزة. وأشارت الخارجية المصرية في بيان إلى ترحيب القاهرة ببدء تنفيذ تدابير إنشاء الآلية المتضمنة بقرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات إلى القطاع. قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن الهجمات الإسرائيلية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة لا تثبت إلا الجبن الأخلاقي. جاء ذلك تعليقا على تصريح وزير خارجية إسرائيل بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة. اعتبرت ألبانيز أنه تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم على حياة الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر. كما أشارت يونيسف إلى أن الوضع في غزة مروع وأن أرقام القتلى والجرحى بين الأطفال مخيفة. أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال وكبار السن. وقال الهباش للقاهرة الإخبارية إن الأولوية القصوى هي لوقف العدوان وضمان انسياب الاحتياجات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. نحن نركز في هذه المرحلة كأساس كنقطة بداية على ضرورة ووجوب وقف العدوان أولاً، ثانياً ضمان انسياب الاحتياجات الإنسانية ووصول الاحتياجات الإنسانية بشكل سلس ومستدام إلى أهلنا في قطاع غزة، وقف مسلسل ومؤامرة التهجير التي تعمل دولة الاحتلال على تنفيذها في هذه الآونة. الأمر الأخير هو وجوب التركيز على البعد السياسي للقضية الفلسطينية، وبأن أساس الصراع
هو وجود الاحتلال وأساس الصراع أساس سياسي يتمثل في بحث الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقوقه المشروعة كباقي شعوب الدنيا، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل أن النازحين يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما تعاني المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية. وقال حنجل إنه يجرى العمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة، ويتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري والوكالات الدولية لإدخال مزيد من المواد الإغاثية إلى القطاع. نحن كهلال أحمر فلسطين نحصل على حصة من هذه المساعدات وقم بنشرها وتوزيعها على مراكز، تحديدا مركز الأمن أو مستشفى الأمن ومركزنا في خان يونس الذي يحوي على 14,000 نازح، وبعض المراكز التي تحوي على نازحين في تلك المنطقة. هذا ما يحدث، لكن على أرض الواقع الكميات التي تدخل هي قليلة جدا بالمقارنة. نحن نستلم من الهلال الأحمر المصري، هذه وظيفة الهلال، هذا هو التفاهم ما بيننا وما بين الوكالات الأممية والهلال الأحمر المصري، ويتم الاستلام على معبر رفح البري، ومن ثم تستلم المساعدات الأونروا جزء من هذه المساعدات ونحن نستلم جزء آخر. هذا أولا. ثانيا بخصوص الوقود وغيره، إذا دخل وقود يكون عن طريق الوكالات الأممية. نفت حركة حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر جاءت انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وأشارت حماس في بيان لها إلى أنها أكدت مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، وأكدت أن كل أعمال الفصائل الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني. ومن جانبه أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الاحتلال يسعى لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل. من جانبه تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لاغتيال راضي موساوي المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران، مؤكدا أن إسرائيل ستدفع ثمن قتل موساوي الذي كان يشغل رتبة عميد في الحرس الثوري. من ناحية أخرى، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي تعليق بشأن الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة مستشار الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن قواته تعمل في كل أنحاء المنطقة. كانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت أن غارة جوية إسرائيلية على مشارف العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين أودت بحياة راضي موساوي مستشار الحرس الثوري الإيراني. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة دكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور أبو النور. برأيك لماذا برغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على اغتيال قاسم سليماني يتم تفسير عملية طوفان الأقصى على أنها واحدة من عمليات الثأر لاغتياله؟ طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد طبعا إيران تعرف أو تدرك أن مسألة اغتيال قاسم سليماني هي مرحلة فاصلة ما بين مرحلتين، أي في إيران يتم التأريخ للأحداث بمقتل قاسم سليماني، فيقال مثلا حدث ذلك قبل اغتيال الحاج قاسم من وجهة نظر إيران، وحدث ذلك بعد اغتيال قاسم سليماني. فبالتالي كل الأحداث التي تحدث من وجهة نظر إيران وفقا لمحور المقاومة التي تقوده إيران، ومنه طبعا جماعات المقاومة في فلسطين اللي هي يعني تابعة عضويا بشكل أو بآخر إلى إيران، فمن وجهة نظر إيران كل الأحداث التي تأتي بعد ذلك هي مترتبة على تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني، بحكم أن إسرائيل أيضا هي إحدى أزرع إيران، عفوا إسرائيل إحدى أزرع أمريكا في المنطقة. وبالتالي العملية التي قامت بها حماس أو الجهاد الإسلامي في فجر 7 أكتوبر عام 2023 هي إحدى نتائج مقتل قاسم سليماني، هذا طبعا وفقا للتقييم الإيراني. هناك ملاحظة في منتهى الأهمية في هذا الأمر، وهو أن هذا التصريح جاء على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري ونشر بالفارسية في كل وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري. وبالمناسبة الحرس الثوري في إيران له ذراعين، وكالة تسنيم الإيرانية هي أهم وكالة تقوم أو تنطلق باسم الحرس الثوري،
فضلا عن وكاله تسنيم وهي اهم الوكالات ايضا التي تنطق باسم حرس السوي. ثم بعد ذلك بعد ان جاء هذا البيان على لسان حماس حذفت الوكالتان هذا الخبر من على الانترنت، وبالتالي الخبر ليس موجودا على الان على الوكالتين لكنه موجود على محرك. لكن هو السؤال ما الذي يفسر هذا التصريح اصلا؟ هو في هذا التوقيت يعني بعد مرور 82 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة ومن عملية طوفان الأقصى يعني يصدر هذا التصريح، وكان في بداية يعني في الأيام الأولى أعقاب عملية طوفان الأقصى كان الإيرانيون وعلى رأسهم الرئيس الإيراني تحديدا يقول إنه عملية طوفان الأقصى هي عملية فلسطينية بحتة ولا شأن لإيران بها من الأصل، وبالتالي لماذا بعد مرور كل هذا الوقت يثار هذا التصريح؟ وأيضا يعني لا يمكن أن نغفل عملية اغتيال رادي موساوي التي حدثت في سوريا. بالتأكيد هو أولا هذا التصريح جاء في احتفال بمناسبة اقتراب ذكرى اغتيال قاسم سليماني الذي اغتيل في بداية يناير عام 2020، فبالتالي المناسبة هنا تاريخيا مناسبة مقبولة جدا ومعقولة من باب الحشد لدى الذين يجلسون في هذا الاجتماع. الأمر الثاني وهو المهم جدا أن إيران الآن في مرحلة إقناع الرأي العام الداخلي بأن حماس بالفعل هي تابعة لإيران وأن ما يجري في غزة مرتبط ارتباط كلي بالصراع الأمريكي الإيراني، وبالتأكيد يعني الوكالة عن إيران وأمريكا إسرائيل نعم. والمقاومة الفلسطينية، هذا من وجهة نظر إيران، وبالتالي نعم. الوضع الآن يشير إلى أن إيران بالفعل الآن تريد أن تقول إن الذي يحدث في غزة هو أحد توابع هذه العملية. الأمر المهم جدا في هذا الأمر هو أن إيران لا تدرك كل الإدراك نقطة في منتهى الأهمية فيما يتعلق بالعقلية الاستراتيجية للمقاومة الفلسطيني. هي تظن أن حماس تابعة كل التبعية لإيران، وبالتالي هي تغفل أمر في منتهى الأهمية. أنه منذ عام 2011 حماس انسحبت من سوريا اعتراضا على دعم إيران لبشار الأسد وذهب نعم. إلى الدوحة، وبالتالي حماس ليست تابعة كل التبعية لإيران كما تظن. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية، حدثتنا من القاهرة. وحول ذات الملف ينضم إلينا من رام الله الدكتور أشرف العجرمي القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى السابق. مرحبا بك دكتور العجرمي، كيف تقرأ هذا التصريح الإيراني وأيضا يعني بعد مرور 82 يوما من عملية طوفان الأقصى يشار إلى أن هذه العملية كانت ردا على اغتيال سليماني؟ يعني مساء الخير. أولا هذا التصريح غريب من نوعه، يعني إن شئنا هو مناقض للموقف الإيراني وحتى الموقف الذي أعلنه حزب الله من أن هذه العملية هي فلسطينية نقية ولا علاقة لأي طرف خارجي فيها، وبالتالي هم تنصلوا من العملية من البداية وحتى يتنصلوا من تبعاتها وأيضا من الاندماج والانخراط فيها بشكل كامل. بالتالي الآن هذا التصريح غريب لأنه على ما يبدو يريد أن يكسب من عملية صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتشجير هذا الصمود في إطار الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي تجري بالوكالة سواء في لبنان أو في مناطق أخرى، وبعض الأحيان تكون مباشرة عبر عمليات الاغتيال والاستهدافات. ولكن طيب وبعد نفي حركة حماس بأن تكون دوافع عملية طوفان الأقصى لها علاقة بالثأر لاغتيال سليماني، هل تضعف العلاقة يعني إلى حد ما بين الطرفين بين حماس وإيران؟ لا أعتقد، في نهاية المطاف العلاقة هي مرتبطة بمصالح الطرفين، ولكن هذا مساس بالمقاومة الفلسطينية ومساس بحركة حماس. يعني لا يعقل بالنسبة للشعب الفلسطيني كله أن تجري حرب يقتل فيها أكثر من 21,000 شهيد فلسطيني وأكثر من 55,000 جريح، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الآلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض ودمار كامل لقطاع غزة، وكارثة كبرى يعاني منها الشعب الفلسطيني من أجل يعني سليماني أو أي شخص آخر في إيران. يعني هذا غير منطقي وغير مقبول لا شعبيا ولا وطنيا ولا أي مستوى، وبالتالي أعتقد أنه يمس بحماس، ولهذا السبب كان هناك يعني نفي من حركة حماس. لا أظن أنه سيؤثر على العلاقة بين إيران وحماس،
ولكن حماس معنية أن تقول أن هذا لدوافع فلسطينية، وأن هذه الحرب من أجل الأقصى ومن أجل الأسرى ومن أجل إقامة دولة فلسطينية وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس لأهداف إيرانية أو أي أهداف أخرى. في الواقع هذا التصريح الذي صدر عن الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني هو غريب ويدمر إن شئنا يعني الصورة التي تحاول حماس أن تظهرها في إطار هذه المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف العجرامي القيادي الفلسطيني وزير شؤون الأسرى السابق، حدثتنا من رام الله. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الجيش السوداني يقصف مواقع لميليشيا الدعم السريع بمحيط الإذاعة والتلفزيون في أم درمان ومناطق بالخرطوم بحري. أهلا بكم من جديد. إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث شيعت جثامين 6 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس في مدينة طول كرم بالضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة العشرات من الفلسطينيين في منطقة المحجر بالمخيم، وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت بالمدينة. تعمدت قوات الاحتلال تقديم الجرافات العسكرية أمامها لتهيئة الطريق عبر هدم المنازل وترويع قاطنيها بالتزامن مع إطلاق النار. من جانبها أعلنت حركة فتح الإضراب الشامل في مدينة طول كرم حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس الذين استشهدوا جراء قصف الاحتلال تزامنا مع العدوان المستمر على المخيم. أصيب 3 فلسطينيين واعتقل شقيقان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام. وقد دهمت قوات الاحتلال مطبعة في المخيم واستولت على معداتها كافة، كما دهمت منزلي شهيد وأسير وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بمحافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وطول كرم، والتي شهدت عمليات اقتحام وتخريب واسعة لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 4795 معتقلا منذ 7 أكتوبر. تواصل قوات الاحتلال كذلك خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم وعمليات تحقيق ميداني، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد رجلين وامرأة وإصابة شخص آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بنت جبيل جنوبية لبنان، وسط تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لضرباته الجوية على المنطقة. كما شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على أطراف عيت الشعب بالقطاع الغربي وأطراف سهل الخيام وتلة الحمامص، وأطلق النار صوب الأراضي اللبنانية. ومن جانبه أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره إثر القصف الإسرائيلي على بلدة بنت جبيل جنوبية لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض جيش الاحتلال 8 صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه رأس النقورة بالجليل الغربي. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 18 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان تجاه رأس النقورة، مشيرة إلى سماع دوي صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل.
إلى ملف التطورات الأوضاع في السودان، حيث قصف الجيش السوداني عدة مواقع تابعة لميليشيا الدعم السريع في محيط منطقة الإذاعة والتلفزيون ومزارع شنبات والحلفاية. من ناحية أخرى، فرضت قوات تابعة لميليشيا الدعم السريع حصارا مطبقا على أحياء في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، ومنعت المواطنين من المغادرة وأجبرتهم على البقاء في منازلهم. أفادت وسائل إعلام سودانية بأن قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو أعلن استجابته لطلب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بعقد لقاء عاجل مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان من أجل إيقاف الحرب في السودان. وعلى الصعيد الميداني، ذكر مراسلنا أن الجيش السوداني دمر 3 مركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع عقب هجوم على معسكر العيلفون في محيط شرق محلية شرق النيل. في الأثناء، تجدد القصف المدفعي العنيف في محيط منطقة تمركزات ميليشيا الدعم السريع في مناطق المعسكرات والمدينة الرياضية. وفي تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا أنها ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج، مؤكدة أن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيتم بحلول نهاية 2023. وقال رئيس شركة روسيخ الحكومية الروسية للدفاع سيرجي تشيميزوف أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز كوليش اس في انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين في هجوم روسي بطائرات مسيرة في منطقة أوديسا. وأفادت القوات الجوية لكييف بأن دفاعاتها أسقطت 32 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا على مناطق بوسط وجنوب وغرب أوكرانيا. وأوضحت أن معظم الطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق قرب خطوط الجبهة، تركزت بالأساس في منطقة خيرسون. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتعين على أوكرانيا أن تنتج الأسلحة الضرورية لمواجهة العملية العسكرية الروسية، سواء كان ذلك بشكل مستقل أو مع شركائها الغربيين. وخلال كلمة متلفزة، شدد زيلينسكي على وجوب تحديد جميع الأساسيات لقطاع الدفاع الأوكراني. كان زيلينسكي قد أكد أن القوات الروسية قصفت محطة السكة الحديد في مدينة خيرسون جنوبي البلاد. قلل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أهمية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه لا يحتوي على معلومات جديدة. وأكد رئيس المنظمة أن نشاط الطاقة الذرية الإيرانية لم يتغير وأنه يتم وفق القواعد واللوائح. ومن جانبه، أعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ إساءة تحرك إيران بتخصيب اليورانيوم. وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكر أن إيران زادت من إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب متراجعة عن خفض سابق من الإنتاج من منتصف 2023. قالت الهند إنها وقعت اتفاقات مع روسيا لبناء وحدات في المستقبل في مشروع للطاقة النووية بولاية تاميل نادو جنوبي البلاد. يتوقع أن يجري وزير الخارجية الهندي أثناء زيارته لروسيا محادثات مع نظيره الروسي، ويعتزم الوزيران مناقشة العلاقات الثنائية والصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة وقضايا تتعلق بمجموعة بريكس. أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي موافقتها على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي. وذكرت اللجنة أن طلب عضوية السويد في حلف الناتو سيحال إلى البرلمان التركي لإجراء تصويت نهائي دون تحديد موعد لذلك. قررت الصين فرض اتخاذ إجراءات مضادة ضد إحدى الشركات الأمريكية لبيانات الاستخبارات، مطالبة واشنطن بالتوقف عن تشويه سمعتها. يأتي ذلك بعد تقرير أمريكي يتعلق بحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني وفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين وثلاث شركات.
نحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التوقف عن تشويه سمعة الصين وإلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على المسؤولين والشركات الصينية، كما نطالبها بالتوقف عن تنفيذ أعمال غير مشروعة مثل ما يسمى بقانون منع العمل القسري لأقلية الإيغور. وإذا رفضت الولايات المتحدة تغيير مسارها فلن نتهاون وسنرد بالمثل. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون بدأ اجتماعا مهما للحزب الحاكم في البلاد تمهيدا لإعلان قرارات سياسية قبل العام الجديد. وبحسب الوكالة قدم كيم خلال الاجتماع تقريرا مفصلا بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني الشامل، وأشاد بالتقدم في جميع المجالات بما في ذلك الجيش والاقتصاد والعلوم والصحة العامة، ووصف عام 2023 بأنه عام التحول الكبير. أضافت أنه ذكر أن تطوير أسلحة استراتيجية جديدة بما في ذلك القمر الصناعي للاستطلاع وضع البلاد في موقع قوة عسكرية. بداية الاقتصاد من مصر، حيث وقعت مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة صينية لبدء إجراء دراسات تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 10 جيجاوات. قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، ويسهم المشروع في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويوفر عند اكتمال ما يقدر بنحو مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية. تأسس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الاقتصاد العالمي المنهار حينذاك. وتبلورت فكرة المؤسستين في يوليو عام 1944 خلال مؤتمر عالمي في بريتن وودز بالولايات المتحدة بحضور 44 دولة. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن إمدادات النفط الروسي ومشتقاته إلى أوروبا لن تتجاوز 5% من إجمالي الصادرات العام الجاري. ذكر نوفاك أن موسكو كانت تصدر إلى أوروبا نحو 45% من إجمالي صادراتها، وذكر أن شركاء روسيا الرئيسيين حاليا هما الصين التي ارتفعت حصتها إلى نحو نصف صادرات النفط الروسي، تليها الهند. يواجه الدولار ضغوطا من مؤشرات على اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتقليل أسعار الفائدة فضلا عن تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد. يأتي ذلك بعد دعم كبير تلقاه الدولار من الفائدة المرتفعة خلال عام 2023. نتابع المزيد في سياق هذا العرض لرغدة أبو ليلى. أهلا بكم. دعم كبير تلقاه الدولار من الفائدة المرتفعة خلال عام 2023، لكن حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في آخر اجتماعات العام عن خفض تكلفة الإقراض في عام 2024 سحب البساطة من أسفل العملة الأمريكية، بل وامتد أثره إلى أسواق السلع الأولية. الدولار يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع، وهو ما سيمنح الفيدرالية
متسعا لتقليل أسعار الفائدة فضلا عن تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد. مؤشر الدولار يتحرك قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مع تكهنات بفقدان العملة الخضراء أسعار الفائدة التي تتراوح بين 5.25% وهو أعلى معدل للفائدة منذ 22 عاما. الفيدرالي أرسل إشارات بأن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأمريكية بلغ نهايته ورجح خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، وذلك بالتزامن مع خفض توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.4%. ورجح أيضا استمرار انكماش مؤشر التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة خلال عامي 2025 و2026، كما خفض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.4% وتوقع ارتفاع البطالة إلى 4.1% لثلاثة أعوام متتالية. ضعف الدولار عزز أسعار المشتقات وفي مقدمتها الذهب الذي ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأوقية، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا. التوقعات تشير إلى أن احتمال خفض الفيدرالي للفائدة في مارس يصل إلى 89%، ورغم طمأنة الفيدرالي الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية إلا أن المستقبل قد يحمل مفاجآت. رغم تأكيد صانع السياسة النقدية بالولايات المتحدة على هدف محاربة التضخم، إلا أن الفائدة المرتفعة كبدت الاقتصاد الأمريكي تكلفة باهظة، حيث تفاقم عجز الموازنة ليصل إلى 314 مليار دولار مع قفزة في قيمة خدمة الديون. كان هذا عرضا لتأثر الدولار الأمريكي باتجاه الفائدة نحو التراجع. الرياضة، يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتي يمتلك في جعبة 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 3 مواجهات ويملك مباراة مؤجلة، بينما يملك إيفرتون 16 نقطة. في مباراة أخرى بالبريمير ليج، حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا ب3 أهداف لهدفين على ملعب أولد ترافورد. تقدم الضيوف بهدفين في الشوط الأول قبل أن ينتفض المان يونايتد ويحرز ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غرناتشو بواقع هدفين وراسموس هويلوند. ارتفع رصيد يونايتد بهذا الفوز إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، فيما بقي رصيد أستون فيلا 39 نقطة في المركز الثالث. نبقى في البريمير ليج، حيث اعتلى ليفربول صدارة الترتيب بالفوز على مضيف بيرنلي بهدفين دون رد. سجل داروين نونيز والبرتغالي دياغو جوتا هدفي اللقاء ليرتفع رصيد ليفر إلى 42 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطتين على أرسنال الوصيف الذي يستضيف ويستهام غدا ضمن الجولة ذاتها. توقف رصيد بيرنلي عند 11 نقطة ليظل قابعا في المركز 19 وقبل الأخير. ختام جولة الأخبار، ونذكركم بأهم ما عرضنا. 20 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه منزلا يؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 498 ضابطا وجنديا. ورئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
بإمكانكم متابعة المزيد عبر القاهرة نيوز.نت. كذلك نرحب بمشاركاتكم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب، وبإمكانكم أيضا متابعتنا على التردد الظاهر أمامكم. هذا بإمكانكم أيضا مشاهدينا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.